هو نجم البلدة، يحل كعادته مرة أخرى على سواحل حضرموت. وكعادتهم سكان المكلا المدينة المستلقاة على أجمل شواطئ بحر العرب لا يتأخرون في الاحتفال بالمناسبة. وهذا احتفال لا تنحصر مشاهده على خروجهم الجماعي باكرا لهذه السواحل استمتاعا بنسائم البلدة وهوائها العليل المنعش والاغتسال بمياهها الباردة استجماما وطلبا للراحة والفائدة الصحية. فهنالك مشاهد أخرى تملأها المتعة والإثارة. المهرجانات الفلكلورية والرقصات الشعبية والتراثية هي جانب آخر من مظاهر احتفالات الأهالي بنجم البلدة. على مدى أسبوعين وهي فترة موسم البلدة تتحول المكلا إلى معرض فني متنوع كبير تملأه الفعاليات الفرائحية الغنائية والثقافية. الفرق الفنية الشعبية تجد في هذا الموسم السياحي فرصة تنافسية فيما بينها، تقدم من خلالها أفضل اللوحات الفنية التراثية فاتحة بذلك للجمهور والزوار المتوافدين من كل مناطق ومحافظات البلاد، نافذة للإطلالة على بعض من الموروث الثقافي العريق والمتنوع للحضارمة. حقيقة اليوم المهرجان كان جميل جدا وكان فعالية رائقة جدا، وهذا نظرة للخارج أن حضرموت فيها الأمن والأمان، وكل من أراد أن يستثمر فليأتي، فحضرموت مفتوحة للجميع. إحياء الأمسيات الغنائية والمهرجانات الاحتفالية المبهجة هو ما يميز المكلا وأهلها الفاتحين قلوبهم وصدورهم قبل بيوتهم، فرحين بكل زائر لمدينتهم التي تغنى بها الفنانون وصدح بعشقها الشعراء. مدينة يشتاق لوجدانها كل عاشق. يشتاق لك كل عاشق، يشتاق لك كل عاشق. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.